السلام عليكم، وشكرا لكل من عزاني وساني. فقدت أعز إنسان عندي صراحة، ديال الله كان من أطيب خلق الله، كان فيه الأب والأخ والصديق، كان حنون وكان من أول المشجعين ديالي، وهو اللي كان فتح لي القناة وكان كيساعدني باش ندير المونتاج الفيديوهات الأوائل. فرحمة الله عليه والله يرحم جميع موتى المسلمين. اليوم غنشارك معكم طبيلة رمضانية كانت تصورات العام اللي فات، وعاد كتاب باش نحطها لكم. غنشارك معكم بعض الوصفات، طبيلة رمضانية بشهيوات مختلفة يعني في متناول الجميع، اللي غادي تعجب الوليدات الصغار والكبار. كنت قدمت شهيوات مغربية وكذلك من مطابخ مختلفة. جميع الوصفات اللي سبق لي وشاركت معكم غادي نخلي لكم الروابط في تعليق مثبت او لا تحت هذا الفيديو. طبيلة ديال اتاي كذلك كانت متنوعة، قدمت فيها الكنافة بالفرماج وبالفواكه الجافة المسقية بالعسل. سبق لي وشاركت كذلك معكم وصفات اخرين في القناة، والريب البلدي المغربي الذي لا يعلى عليه في رمضان. غادي نشارك معكم اليوم الوصفة ديالي، كيجي عاقد كيجي لذيذ ووصفة ناجحة من اول تجربة. ودابا غادي ندوزو للمقادير ولطريقة التحضير. غادي نحتاجو لتر ديال الحليب، ياغورت طبيعي يكون عاقد، جوج ديال المعالق كبار ديال الحليب غبرة، ممكن الاستغناء عليه بطبيعة الحال، وغادي نحتاجو سكر الفاني والسكر اللي كيبقاو على حسب الذوق. غادي ناخدو كمية من الحليب مثلا 4 لتر، وغادي نغليوه فوق البوطة حتى تطلع عليه الفرارة، وغادي نخليوه جانبا في إناء. غادي نفرغو الياغورت الطبيعي، ممكن تستعملو شي نكهة أخرى، كيبقى لكم بطبيعة الحال كامل الاختيار. كنضيفو السكر الفاني، الحليب غبرة، والسكر بطبيعة الحال اللي كيبقى على حسب الذوق، ولكن ابتداء من 3 ديال المعالق كبار تقريبا. وغادي نخلطوا هذا المزيج هذا مزيان حتى ما يبقاوش لينا الحبيبات. عاد غادي نبداو نضيفوا الحليب اللي بارد، وغادي نخلطوا كل شيء مزيان حتى تندمج لينا جميع العناصر. عاد غادي نضيفوا الحليب اللي كنا غلينا ومصفي، ومن بعد غادي نفرغوا الخليط ديالنا في كؤوس، وغادي نغطيوهم سواء بالبلاستيك الغذائي او لا بالبابي سولفيريزي اللي متواجد عندكم. انا بغيت ندير على الطريقه القديمه، استعملت البابي سولفيريزي وديزيلاستيك. في طنجره ديال الضغط كنوضعوا شي حاجه في القاعده كبحال الكؤوس ولا زلايف ولا طبصيل، وعاد كنوضعوا الكؤوس ديالنا، كنستفوهم بطريقه مزيان يعني مزيانه باش ما يجيوش معوجين. وعاد كنوضعوا الطنجره ديالنا فوق شي بطانيه اولا بلاد، ونوضعوه في البلاصه اللي ما غاديش نعاودوا نحركوا فيها الكوكوت. كنفرغوا الماء اللي مغلي في الجانب، وكنسدو على الكوكوط، وما تنساوش الصفارة. عاد كنغطيو كل شيء بالبطانية أو لا بالبلاد، وكنخليوه ليلة كاملة. بالنسبة للعصير، هنا حضرت عصير ديال البطيخ والليمون اللي كيجي خاتر ومنعش وبلا سكر، لأن الفواكه فيها السكر ديالها الطبيعي. دونك كنقشرو بطبيعة الحال البطيخ ونحيدو له الزريعة، كنوضعوه في البلندر، وعاد كنفرغوا العصير ديال الليمون اللي عصرنا، وكنطحنوا كل شيء مزيان. عرفتي وكيجي لذيذ، ما تشبعوش منه، ننصحكم فريمون تجربوه، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي خاطر. وغادي نحتفظوا به في الثلاجه ونخليوه يبرد ليله كامله. ممكن تنسموه باللافاني الا بغيتو، ولا جاتكم شي بطيخه ماشي حلوه ممكن بطبيعه الحال تحليوه بالعسل. بالنسبه للعصير والريب وجدتهم ليله قبل، اما البقيه كلشي توجد النهار ديال العرضه. هنا استعملت لاباط فيتي،
وضعتها في لي كورني، دهنتها بالبيض وكذلك الزنجلان. بالنسبه لاباط فويتي غير شريتها لانني كان عندي ما يدار تبارك الله. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران وخداو اللون ذهبي خليتهم حتى دفاو، عاد حيدتهم من القوالب. بالنسبه للحشوه درت حشوه اللي سهله، الطون مع الفرماج، الجبنه المربعه، وشويه ديال القزبر المعدنوس، ثوم خضره، الملح والابزار، وتعصيره ديال الحامض، وعمرتهم بهم وجاو خطيرين. بالنسبه للبلاطو المتنوع الاسيوي سبق لي وشاركت معكم فيديو مفسر على طريقه طهي الارز والطريقه ديال التشكيل كذلك، وكيجيو صراحه رائعين. غادي نخلي لكم جميع الروابط تحت هذا الفيديو. بالنسبه للخبيزات ديال الزرع اللي كانوا خطيرين صراحه، راه عندي الوصفه غنحطها لكم اباغ باش ما تبقاوش تقلبوا في الفيديو منين تبغيوهم، حيت كيجيو فعلا رائعين. بالنسبه للتكتوكه هنا كناخذ الفلفله ديالي كنغسلها مزيان، كنخليها كتستقطر، عاد كندخلها للفران. من بعد كنجبدها من الفران كنوضعها في ساك بلاستيكي باش تجيني سهله نحيد ليها القشور ديالها. صافي كنخليها ترتاح واحد 10 دقائق الى 4 ساعه. من بعد كنقيها كنحيد لها الزريعه وكندوز عليها الماء، عاد كندوز باش نقطعها مكعبات صغيره. ممكن تشويوها كتجي خطيره. دونك هنايا في مقيله كنوضع مطيشه اللي محكوكه مع العطريه، الملح، الابزار، الثوم بودره، شويه ديال السكنجبير والكمون، وعندي الشرموله ديال الحوت والزيت البلديه. هنايا الفلفله كنقطعها فريمون مكعبات صغيرين. بالنسبه للمطيشه كنخليوها حتى كطيب مزيان، ما كنضيفوش عليها الماء، كنخليوها تطلق الماء ديالها بطبيعه الحال وضروري من التحريك. صافي من كطيب عاد كنضيفو ليها الفلفله اللي مقطعه مكعبات صغيره، كنخلطو كل شيء باش تندمج لينا جميع العناصر مع بعضياتها، وكنخليوها حتى كطها. وفي الاخير كنضيفو واحد راس معلقه ديال القرفه، ما تكتروش باش ما تجيكمش مره، ولكن القرفه كتعطيها واحد البنه خطيره ثقوا بيا. صافي كنوضعوها جانبا وكندوزو الحوت. بالنسبه للحوت عندي هنا لي زونشوا، ممكن تستعملوا السردين ديال البلاد كيف كنقولوا في المغرب. غادي نتبلو بشويه ديال القزبر يابس، الكمون، الملحه، عندي الثوم بودره، تعصيره ديال الحامض، والقليل من زيت الزيتون، وغادي نخلطوا كل شيء مزيان باش نشرملوا الحوت ديالنا. ضروري نخليوه يرتاح في الثلاجه حتى تتقرب المغرب تودن، عاد كندوزو باش نستفوه في المقيله ديالو. منين كتقرب الساعه ديال الافطار كناخذ واحد ساك بلاستيكي كنوضعوا فيه القليل من الفينو، الابزار، الملح والثوم بودره، وكندمجوا الخليط مع بعضياته. عاد كنضيفوا السردين او لي زونشوا، كنفرغهم في ساك بلاستيكي وكنلبسوهم بهذا الخليط من جميع الجوانب. فبهذه الطريقه هذه كنربحوا الوقت بطبيعه الحال، ما كندوزوش وحيده بوحيده، وتنكونوا متاكدين بانه تلبس لينا مزيان بالدقيق. بالنسبه لطريقه الطهي، سواء تدخلوه للفران او لا توضعوه في المقله، كيبقى لكم كامل الاختيار. المهم هو كميه ديال الزيت اللي كنستعملوه كتكون قليله بطبيعه الحال. انا هنا اختاريت نقليه في المقله، كنستفو بهذه الطريقه هذه يعني على شكل وريضه، وعاد كنفرغ عليه غير القليل من زيت الزيتون، وكنوضعو فوق عافيه اللي كتكون متوسطه باش كيطيب ليا من الجهه الاولى. عاد من بعد كنقلبو ونطيبو على الجهه الثانيه، يعني كياخذ اللون وتيجي محمر وتيجي مقرمش وتيجي لذيذ. واحد الملاحظه، ما تحتاجوش تغطيو عليه، لان الا غطيتو عليه ما كتبقاش فيه ديك القرمشه، يعني من الاحسن خليوه غير هكا. بالنسبه للشوربه كانت اسيويه بالدجاج، كانت لذيذه الصراحه،
وممكن تعوضوا الدجاج باللي بغيتو اللي متوفر عندكم. وكانت هذه هي طبيعتي بشهيوات المختلفة، البسيطلات مغربية، ديفغاب، مطبخ اسيوي، لي كورني مع لينين بالدجاج، والبريوات اللي سبق لي وكذلك شاركت معكم، الشوربة الاسيوية، طاجين ديال السيبيا مع الكروفيت وبوزروق، التكتوكه، المقيله ديال لي زونشوا، والبسيطلات كانوا وحدين بالدجاج واللوز، والاخرين بفواكه البحر والسلمون. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم. غادي نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو وفكره جديده وحصريه ان شاء الله. وغادي نقول لكم كذلك عواشركم مبروكه بكل المتمنيات، في امان الله.